تحياتي، اليوم راح نتكلم عن الفحوصات الطبية الشاملة في مستشفيات الهند. ماذا تشمل وماذا هي تكلفتها وكم تستغرق من الوقت لإتمام هذه الفحوصات؟ كل هذا في حلقة اليوم. فخلينا نبدي في ماذا تشمل هذه الفحوصات الطبية الشاملة. طبعا هناك فئتين، فئة في اللغة العربية وفئة في اللغة الأجنبية. لو حاب تحصل على هذا البروشور اللي مذكور فيه كل الفحوصات الطبية، ممكن أن تراسلني على الرقم الموجود في الشاشة وأرسل لك النسخة الإنجليزية أو النسخة العربية اللي مذكور فيها جميع الفحوصات مع التكلفة كلها في هذا البروشور. وخلينا نبدأ بالتعرف على محتويات هذه الفحوصات الشاملة. الفحص الأول هو HPS-AG، وهو فحص للتعرف على مرض الالتهاب الفيروسي من نوع B. الفحص الثاني هو سيرم إلكترولايت للتعرف على العناصر الموجودة في الدم. الفحص الثالث هو يورين روتين، وهو فحص الإدرار. الفحص بعده هو فحص الإكس راي لمنطقة الصدر. الفحص بعده هو فحص السبيرومتري لمقياس وظائف الرئتين. والفحص التالي هو الألتراساوند أبدومن، وهو السونار لفحص منطقة البطن. الفحص بعده هو فحص الثيرويد تيست، وهو فحص لقياس وظائف الغدة. بعد يأتي فحص مقياس السمع عند الرجال والنساء. الفحص التالي هو PCA، هذا الفحص للرجال فقط، للتعرف على الأورام أو السرطان الذي يصيب البروستات في المراحل المتقدمة منه. الفحص بعده هو باب سمير، هذا الفحص للسيدات فقط المتزوجات، أيضا للتعرف على الأورام السرطانية في المراحل المتقدمة. الفحص بعده هو فحص البريست and pelvic examination for women، وهو فحص لمنطقة الصدر بالنسبة للنساء. أما الفحص بعده فهو المامجرام للتعرف وتشخيص أورام الثدي. وأخيرا دنتل تشيك، مراجعة طبيب الأسنان. وكل هذه كانت الجزء الأول من الفحوصات فقط. أما الجزء الثاني من الفحوصات الشاملة فيشمل فحوصات مرض السكر، وتشمل هذه الفحوصات هيموغرام with ECR أو Complete Blood Count، وهو الفحص الشامل لمحتويات الدم التي تشمل الهيموغلوبين وكريات الدم الحمر وكريات الدم البيض والصفائح الدموية، وفحوصات السكر عند الصيام وعند الإفطار. أما بالنسبة للجزء الثالث من الفحوصات الطبية الشاملة فتشمل فحوصات أمراض القلب، وتشمل هذه الفحوصات فحص ECG وفحص الستريس تيست وفحص الإيكو. كل هذه الفحوصات للتعرف على أمراض القلب والتعرف على وجود أي خلل في القلب. الجزء الرابع من الفحوصات هي عبارة عن فحوصات للتعرف عن وظائف الكلى، وتشمل هذه الفحوصات Blood Urea Nitrogen و Serum Creatinine و Uric Acid و Serum Calcium و Serum Potassium. كل هذه الفحوصات ضرورية للتعرف عن وظائف الكلى. أما الجزء الخامس من الفحوصات فتشمل فحوصات الدهون في الجسم، وهذه الفحوصات مهمة أيضا لأن الدهون لها دور رئيسي في عديد من أمراض القلب وأمراض أخرى. ومن هذه الفحوصات هي فحوصات الكوليسترول وفحوصات الـ LDL والـ HDL والـ VLDL. كل هذه فحوصات للتعرف على الكوليسترول الضار والمفيد والنسب بينهما، وفحوصات أبوليبوبروتين A1 وفحوصات أبوليبوبروتين B. وهذه الفحوصات هي مهمة أيضا لدراسة تكسر كريات الدم الحمر. أما بالنسبة للجزء السادس من الفحوصات الطبية الشاملة فتشمل فحوصات الليفر فراكشن تيست، وهي عبارة عن فحوصات السيرم بيليروبين وفحوصات الـ SGPT والـ SGOT وفحوصات الـ GGT، وهذه عبارة عن فحوصات إنزيمات مهمة جدا للتعرف عن صحة ومدى فعالية الكبد للقيام بوظائفه، وفحوصات لمقياس نسبة البروتين في الدم. وهنا قد انتهيت من إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، والمرحلة التالية هي مرحلة مراجعة الأطباء مع التقارير الطبية. ويشمل هذا الباكيج للفحوصات الطبية الشاملة مراجعة كل من الطبيب العام، طبيب الفيزيشن، وطبيب القلب، وطبيب العيون، وطبيب الأسنان والسمع أيضا، بالإضافة إلى ذلك طبيب مختص آخر. سعر كل هذه الفحوصات ومراجعة الأطباء هو $220 فقط، وهناك فحوصات شاملة وقائية بالعادة تكون أقل من هذه الفحوصات. تكلفة الفحوصات الوقائية تكلف $150 فقط. هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، وراح أضع رقمي موجود في الشاشة وفي الديسكريبشن، وذلك للتواصل وللحصول على الفيزا المرضية أو الدعوة المرضية من المستشفى
أو للحصول على معلومات كافية عن كيفية إجراء جميع هذه التحاليل والفحوصات ومراجعة الطبيب في يومين فقط. وما التوفيق إلا من عند الله. في أمان الله.